أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم صلى على النبي.
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم نعم يا ملك المقامات فتح الله عليك إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك رب وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى خلاص الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى الله
ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللهم صل على حضرة النبي يا نورت الاذاعه المصريه كمان. انا عايز اسمع الصبا بتاعك الحلو ده والله العظيم قلبي بيتهز لما بسمعه منك كمان. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ربنا يبارك في العريس بقى بقدر ما أسعد الناس ربنا يبارك فيه بقدر ما أسعد الحضور يعني جزاه الله خيرا وتقبل الله منا ومنه صالح الأعمال آمين يا رب. الله يحفظك يا رب والله يا دكتور عبد الله وسعيدنا بوجود الشيخ شعبان ربنا يبارك فيه يا رب أخونا وزميلنا المجتهد المحترم الله يبارك فيكم الله يتقبل منا ومنكم ويجعل دائما أيامكم عامرة بالأفراح. حاضر حاضر. ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك بك فحدث. سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله
لا الله أكبر. ولله الحمد. لا الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك حبيبي اسلم يا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. واهتز من تحت قدميه الجبل وسلمت عليه الحمامة والغزالة ونتج له العنكبوت بقيت السلام وقالت له الناقتي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الله يبارك في عمرك ويزيدك علم وإيمان ويجعلك من أهل الجنة أنت وسبعين. وإياكم وإياكم اللهم آمين. وإياكم يا سيدي ربنا تقبل. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة.
زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. الفاتحة لشهداء، الفاتحة لشهداء جمهورية مصر العربية، وخاصة شهداء تيرا مركز ومدينة نبرود دقهلية. زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. إنا كفيناك المستهزئين بأبي أنت وروحي وأمي يا رسول الله، صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، عشنا واستمتعنا في هذه الليلة التكريمية العطرة. هذه الليلة ستسطر في طيات التاريخ بعزاء لكم العلم القرآني الكبير، فخر القراء الإذاعة المصرية عندليب وكروان الوطن العربي، والذي سنستمع له غدا في صلاة الفجر، فضيلة القارئ المتمكن والبارع دائما، صوت يدوي في الأذن كدوي النحل في الخلية، فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر حرق. كما سعدنا اليوم بالقارئ والمبتهل بالاتحاد الإذاعة المصرية، فضيلة القارئ والمبتهل المؤدب الخلوق حبيبي وصديقي المبتهل شعبان عبد الجيد، القارئ والمقيم بتيرا مركز ومدينة نبروه دقهلية. أذعناها عليكم عبر إذاعات القرآن الكريم المعتمدة بالإذاعة المصرية لصاحبها المهندس حسن الغطاني، والمقيم بتيرا مركز ومدينة نبروه دقهلية. سول الفراشة الدولي وأحدث تقنيات الإنارة الحديثة المبهرة المصرح له بالتنقل عبر أنحاء جمهورية مصر العربية، الحاج بد الجن، والمقيم بتيرا مركز ومدينة نبروه دقهلية. عميد الخدمات الفندقية الممتازة وفريق عمل المتر البارع والمتمكن دائما، مجد الدادي بوفيه النادي، والمقيم بتيرا والمقيم ببدين مركز نبروه. عمالقة البث المباشر قناة ابو طه عمر ابراهيم ابو طه، قناة الحاج مفيد مهندس محمد مفيد، والمقيم بمتنزاح قناة مهندس ابراهيم غازي، والمقيم بتيرا. معكم من اسرة المذيعين الاعلامي حامد محمد علي، والمقيم بالجمالية دقهلية. في هذا العرس التكريمي الكبير اهداء لشهداء تيرا مركز ومدينة نبروه دقهلية، ولشهداء جمهورية مصر العربية. هذا العرس القرآني الكبير فرحة الاستاذ فتحي محمد الزهيري، عم الاستاذ المؤدب الخلوق عزت الزهيري. بركية تهنئة من الاستاذ راجح عادل راجح، المعلم محمد الحداد، المعلم والحاج احمد علام، وجميع عموم عائلات علام يتقدمون بالتهاني للعريس المؤدب الخلوق فتحي زهيري.